إذا همك كبير ورايد الزينة، اقصد الموسى بن جعفر واعقد الشيلة. إذا همك كبير ورايد الزينة، اقصد الموسى بن جعفر واعقد الشيلة، وقل لي يا مولاي أريد ارتاح هالليلة أنا تعبان يا مولاي وهموم ثقيل. أنا جيت الإمام ورايد أشكيله، ماكو غيرك بس انت اللي تحلها يا إلهي بحق موسى بن جعفر. يا إلهي إنا نتوسل إليك بموسى بن جعفر، ماكو غيرك بس انت اللي تحلها، ويظل دمع على الخدية نسيلة يجبر خاطر مولاي لما نعتنيه تقضيها إلي وترجع لهفتيه.